سعاد شوفي ما شاء الله حولك وحواليك. عيدي شو حكيتي؟ مثل ما سمعت كأني حسيتك بتتمسخر علي. عيدي شو حكيتي؟ بدي أتأكد. والله أنا اللي عندي قلته. طيب ما تقيدي بس احكي لي إنه عضلاتي حلوين. يلا أشوف. شو بالغصب؟ ها ها، يعني زي ما كنت شاكك عضلاتي مو عاجبينك. متأكدة إنه هذا الحكي طالع منك يا سعاد؟ متأكدة؟ من جوات قلبي. معناته فرجيني عرض كتافك وفوتي لجوا عشان ما أخلي عضلاتي يجيبوكي هسا. مالي فايتة. ما هو إذا ما بتفوتي بتصرف معك تصرف ثاني حبيبتي. بسيطة. طلقني. أنت ما في على لسانك غير كلمة طلقني؟ لك بدي افهم ليش بتكرهوا بعض كل هالقد؟ انا ما بكره يا ام زكي، ولك هي ام ولادي، حدا بيكره مرته وام ولاده؟ بس انا مالي شايفه شي بيستاهل تتزاولوا من بعض مشانه. يا ام زكي يا ام زكي افهمي، هي اخر فتره مستلمتني طلقني طلقني، بحكي لها مرحبا بتحكي لي طلقني، بحكي لها بدي افوت انام بتحكي لي طلقني، بحكي لها حطي لي عشاء بتحكي لي طلقني، جد انا قرفت وبدي اخلص من هالقصه. عن جد انت بدك تخلص؟ لا والله.